بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وانتبه بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأخواتي، معكم الطالب مهندس ميكانيك أنس الطريفي، مهندس في زميلكم في جامعة البقاء التطبيقية البوليتكنيك. اليوم حاب أشرح Theory of Machine، نظرية الآلات. طبعا هاي نصفه من عند الله ونخطافه من عندي. Theory of Machine هي مادة تهتم في دراسة الحركة أو حركة أجزاء الآلات بالنسبة لبعضها البعض. دراسة الحركة في عنا إله نوعين، نوع أخذناه ونوع حناخذه إن شاء الله. النوع اللي أخذناه اللي هو الدايناميك، اللي أخذناه في مادة الدايناميك. هسا في مادة الدايناميك كنا ندرس الحركة، ونهتم بالفورس اللي سببتها. يعني كنا ندخل الماس في التحليل، يعني هي study the cause of motion considering the force. هسا شو عنا قانون الحركة، قانون نيوتن، يعني F تساوي M في A. ال M اللي وحدتها نيوتن، يعني كيلو جرام في متر على سكن تربيع. حلو، كيف بدنا نعرف انه هاي، فرضنا هذا الجزء انه دايناميك، فرضنا الفيسكوسيتي عندنا شو وحدتها نيوتن في سكن على متر مربع. اللي نيوتن مش فيها كيلو، مش فيها كيلو كيلوغرام في متر على سكن تربيع، مش فيها ماس الكيلوغرام، اذا هاي دايناميك، هاي دايناميك فيسكوسيتي. يعني احنا لما ندرس حركه بنحللها بناء على الفورس اللي سببتها، يعني ماس تدخلت في الموضوع، هاي بنسميها دايناميك موشن. اما انا هسه اذا بدي ادرس حركه زي ما حدرسه في الماده ان شاء الله، هاي نظريه الالات، الماس ما تتدخل في الموضوع، الماس از نيجليكتد، وادرس بيسك كوز اوف موشن بنسميه كاينيماتيك. حلو، هسه في الثيوري اوف ماشين في عندنا مجموعه اجزاء في الاله حندرسها، حندرسها بالنسبه لبعض. هسه في عندنا مصطلح اسمه كاينيماتيك بير. هسه شو هو؟ between two lengths there is always a joint or pair, but this pair will become a kinematic pair when the relative motion، يعني حركه نسبيه بين اللينكين او بين الجزئين اللي هي بين الميكانيزمين. هسه نحكي عن الميكانيزم between two lengths only construct motion. construct يعني حركه مقيده، construct motion حركه مقيده. يعني عشان نحكي انه هذا في بينهم كاينيماتيك بير، لازم يكون في بينهم ايش، لازم تكون حركتهم ايش، مقيده بالنسبه لبعضها البعض. يعني هذا تحرك، هذا بيتحرك. ميكانيزم مصطلح مهم حنسمعه كثير. الميكانيزم هو مجموعه الاجزاء اللي في الاله اللي بينقلوا لي الحركه. هسه بنعرف انواعهم، بديش احكي هسه كمان. هسا في عنا between two mechanism حيكون في عنا ايش، اتصال. هسا classification of type contact اللي هو اتصال انه مترابطين ببعض. في عنا بشي بنسميه lower pair اللي هو بكون في بينهم area او surface contact. مثال يعني فرضنا، انا مثال طبعا غير دقيق بس المهم تقريبا فهم. هسا هاي قلم، هاي غطايته، باجي اقرب القلم على الغطاي فرضنا سكرتهم، صح؟ صار في بينهم area، هيا هاير بير اللي هي بتكون اونلي على المنحنيات، يعني فقط على المنحنيات. مثال الجير، يعني منحنيات هيك شكل دائري واشكال دائريه. لاين او بوينت كونتاكت، فرضنا هاي كامله بنسميها مش في عليها فولور، هسه هاي ايش بنسميها، ايش هاير بير، لانها هي جاي على منحنى. لقدام ان شاء الله شوي نعرفهم بالتفصيل. هسه في عندنا مصطلح مهم اللي هو ديجري اوف فري، اللي هو number of independent parameters which are needed to uniquely define its position in space at only instant of time. يعني احنا هسا الديجري اوف فريدم بيبين لي او بوصف لي حركة الجزء بالنسبة ل بالفراغ، يعني كيف؟ طبعا في لحظة معينة. فرضنا انا قلم على هاي الورقة، مش هاي اكس وهاي واي ومايل في زاويته، انا على اكس واي، طب القلم بالهواء رميناه x y z، فاحنا انا ايش بوصف الحركه بالنسبه انه x و y في اللحظه اللي انا بدي اياها. هسه الها قبل ما نحكي قانونها، هسه اذا كانت فقط اللي كان عندي الاجزاء هاي بس بشكلوا لي باللور بير، هاي بنسميها موبيليتي، يعني ديجري اوف فريدم هي موبيليتي لما تكون لور بير، بنسميها ديجري اوف فريدم. يعني احنا الموبيليتي بنقدر نطلق عليها فقط في حاله اللور بير. هسه ديجري اوف فريدم الها قانون ثلاثة، number of elements في n l ناقص 1 ناقص 2 g l ناقص g h، هاي قانونها. هسا الثلاث شو هي؟ اللي هي x y z، حركتها هيك
هي رمز القلم اكس واي زد قبل مجرة. ان ال اللي هي نمبر اوف لينكس. هسه بنحكي ليش ناقص واحد. 2 جي ال لقدام على المثال ان شاء الله. الجي ال اللي هي لور بير اللي هو بكون اريا سيرفس كونتاكت. الجي اتش الهاير بير. تايب اوف ميكانيزم، انواع هاي الميكانيزمات اللي حندرسها. فور بار ميكانيزم اول نوع اللي هو زي مسرحة السيارات. هسه الفور بار ميكانيزم هي هسه انا بدل ما نصير نضل نرسم هيك في المادة بصير نرسم ايش خطوط. طبعا هذول سامحوني عليهم لانه علق الفيديو علق فصرت كتبهم بس هسه ان شاء الله بحكيهم. الارقام هاي هسه هي شكله خط 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 وهي فيكست. ده وجد له الديجري اوف فريدم ده الفور بار ميكانيزم. ثلاثة في ان ناقص واحد ناقص تو لور بير ناقص هاير بير. حلو عندي الثلاث بحط نمبر اوف لينكس بعدها. هاي لينك واحد انا احط اللينكات في مربعات واحط اللور بير في دوائر. ثلاث في عندي هاي لينك وهاي لينك وهاي لينك. حلو هسه اصلا هذا حقق لي شرط الكلمه تكبير. نعم لانه هاي في بينهم ازدواج اذا هذا حرك حيتحرك هذا. هاي ساعدتني انه ايش هاي اسمها دوار بير اللي هي سببت لي الكينيماتيك بير الازدواج كينيماتيكي صارت ايش بعتبر هذا كينيماتيك بير. فعندي لينكين ثلاث اربعه الفيكست لانه هذول اصلا رسمتهم زي هيك بتكون هاي لينك هاي لينك هاي لينك واحيانا برسم زي هيك. انا بدل ما احط هذا اللينك بنرسم ايش الفيكست اللي هي زي هيك. هاي اربع لينكات ناقص واحد بطرح الفيكست. المهم في 2 جي ال اللور بير كيف عند اللور بير اللي حكينا لازم يكون بينهم ازدواج من كيناماتيكي بينهم يعني ايش الواصلينهم. هاي اللي واصل الفيكس الاول هاي واحد هاي الثانية او انا عاد هيك هاي الثانية هاي الثالثة هاي الرابعة. اثنين في اربعة عندي هنا اريا عندي هنا منحنى ما عندي منحنى اذا هاي بير صفر عندي ديجري اوف فريدم واحد. حلو التايب الثاني للسلايدر اند كرانك ميكانيزم اسمه سلايدر اند كرانك ميكانيزم موجود في المحركات. هاي شكله لينك لينك وبكون في سلايدر عدد اللينكات وفي سلايدر في الاخير هذا بنسميه سلايدر اند كرانك ميكانيزم. طبعا الكرانك اللي هو الجزء الدوار اللي هو بيعطي الحركه نفترض انه هذا الكرانك او هذا الكرانك اللي هو حيعطي الحركه لانه زي ما اخذنا في الدايناميك الكرانك شاف وظيفته تحويل الحركه الدورانيه الى خطيه فالكرانك هو اللي حيعطي الحركه. طبعا هذا مو كرانك شاف بس انه هيك ما عليك. ديجري اوف فريدم ثلاثة هي قانونها في ان ال ناقص واحد ناقص تو جي ال ناقص جي اتش. هسا بدنا نحسبه حكينا نعد اللينكات هاي لينك وهاي لينك وهذا السلايدر برضه يعتبر لينك. هاي صار عندي ثلاث بس ايش في عندي فيكس برضه صح؟ هاي حاطه زي هيك هيها فيكس صار اربعة واحد اثنين ثلاث والفيكس اربعة هيها الثلاث اللي هو السلايدر. طب ناقص اثنين في جي ال اللور بير هي اول نقطة ايش تواصل بينها وبين الفيكس. هي الثانية كونتاكت وهي الثالثة السلايدر واللينك وحكينا انها ايش سيرفس كونتاكت برضه هذول الاريا بينهم والسيرفس كونتاكت هيها اربعة يعني هي السلايدر هي السيرفس هي السلايدر اي دي في بينهم ايش سيرفس كونتاكت صح هذول ايش حيكون الرابع حيسبب لي حركة. الكامس حنحكي عن وظيفتها لما نجيها بس هي تعطينا حركة ترددية يعني حركة في اتجاهات. فرضنا انا عندي اياها بدها تطلع وتنزل تعطيني اياها هيك وهيك او بدي اياها زي هيك. هاي الكامس بعطيني بتكون تلف عليها تكون تلف وعليها فولور يا بيطلع وبينزل يا زي هيك وهيك حسب ما انا بدي اياها. لقدام ان شاء الله بنتوسع فيها وبنحكي وظيفتها بشكل افضل واحسن بس هسه انه بس نلعب ديجري اوف فريدم. طبعا الكامس كمان تصنف انها افضل انواع الميكانيزم بس على السرعات العالية عندها مشكلة بصير فيها اهتزازات فايبريشن. طبعا اذا صار عندي اهتزازات على السرعات العالية حيسبب لي مشكلة في بصير عندي انكريز في الامبليتيود واشياء ثانية في مادة الفايبريشن تاخذوها ان شاء الله حتسبب لي مشكلة في الكام فبنهار الجهاز عندي او بنهار كامل فبصير عندي خلل كبير. هسا ورا واحنا بنحل على الميكانيزمات الفور بار ميكانيزم حكينا اربعة نمبر اوف لينك المينيموم. السلايدر برضه كتبنا اربعة. هسا في الكامات انا بحط عادي هسه شو قانونها 3 نمبر اوف لينكس ناقص 1 ناقص 2 لور بير ناقص هاي بير تساوي 3. هسه في الكامات هاي لينك حكينا هذا لينك وهاي الفولور لينك
والفيكست هيو كمان لينك، اذا صار في 3 ناقص 1 ناقص 2. كم لور بير عندي؟ في عندي سيرفيس كونتاكت هان، وفي عندي هان هذا بيكون في شاف فرض الموصول او باي شيء، يكون عندي برضه في سيرفيس كونتاكت 2 ناقص. عندي جي اتش هاير بير، عندي هاير بير. وين الهاير بير؟ اللي هو هي مش هاي على منحنى، مش هاي فيها هنا منحنى اللي هي زي هيك وعليها الدحرجة او الكرة، هاي كرة بتكون زي دحرج زي عجل. ناقص 1 3 ب 2 6، ناقص 2 ب 2 6 ناقص 4 2 ناقص 1 هاي 1. الجيرز، هسه الجيرز تستخدم لنقل الحركة على المحاور القريبة اللي هي المسننات او التروس. هاي رسمة جير، هاي كمان جير ماسك فيه. هسه هذا لو لف هيك هذا حيلف عكس، حلو. في انا بدي فرضنا هذا يلف زي هذا، شو باجي بسوي؟ بحط بينهم جير. هذا الجير بحطه بينهم بسميه ايديال جير. هذول ايش اللي فيها الشفت حيكون تظبط. هذا لف هيك، هذا حيلف هيك صح، بس هذا حيرجع يلف زي هيك. فانا حصلت على نفس اتجاه الحركة، هذا هو الايديال جير. في درس الجير نحكي هسه هذا شو وظيفته في الجير وشو بيكون عليه التورك وهاي الاشياء كلها بنحكيها ان شاء الله في الجيرز لما نيجي احنا حنحللهم واحد ورا الثاني ان شاء الله، وحنحسب بسرعة وزي هيك. يعني هاي المادة صراحة من اسهل المواد. فخلينا نعرف قد ايه الديجري اوف فريدوم للجير. ديجري اوف فريدوم، اول شيء خلينا نرسمه، درسه من الجيرز. هاي جير، هذول هم الجيرز، عندي ثلاث هاي هون. حلو، هسه مش بكون مشبوكات عشان هاي الشات، في عندي هنا شات، في عندي هنا شات، لأن ثلاثة جيرز ثلاثة شات. القانون ثلاثة، number of link ناقص واحد ناقص two جيل ناقص جيتش، جيل لور بير جيتش هاير بير. ثلاث، قد ايه عدد الجيرز؟ واحد اللي هو اللينكات، احنا بنعتبرهم هنا ايش الميكانيزمات، احنا النمبر اوف لينكس اللي هي النمبر اوف ميكانيزم، وعندي فيكس دائما بنحطه ناقص واحد ناقص اثنين. اللور بير وين حيكون؟ حيكون في عندي اريا كونتاكت بين الجيرز والشافت، هذول شافت، هذول جيرز. كم شافتس عندي؟ ثلاثة، إذا ثلاثة ناقص. هسا طلع هان، في عندي هنا إيش؟ منحنى، وهنا منحنى، إذا عندي أنا اثنين هاير بير. ثلاثة ثلاثة، ثلاثة بربع ناقص واحد هي تسعة، ناقص ستة، ناقص اثنين، شو حتسوي لي؟ واحد. النوع الخامس، بيلتس. هسا البيلتس والجيرز تقريبا نفس الوظيفة، اثنين بنقلوا لي حركة، بس البيلتس بنقل لي حركة، بس بنقل لي حركة على محاور بعيدة، والجير لازم يكون محاور قليلة. طبعا البيلتس أسوأ نوع الميكانيزم، هاي رسمته. هذول البيلتس، إذا لف هذا هيك هذا حيلف معه. طب أنا إذا بدي أجيبهم اثنين عكس حركة إنه ما يلفوا مع بعض بسوي بيلتس إيش؟ كروس، بسوي إيش؟ البيلت كروس، هذا هيك هذا نقريه في فريدم ليلو حيكون ثلاث. Number of links واحد اثنين ثلاث أربعة، الفيكس ناقص اثنين
كم لور بير عندي؟ ثلاث ناقص عندي بكون اثنين، اللي هو هاير بير اللي هو اتصال بكون على منحنى، شو هتسبب لي؟ واحد. هيك ايش بنكون خلصنا ان شاء الله الانترودكشن. اذا اي في ملاحظات او اي شيء بدكم اياه اكتبوا لي ان شاء الله في الكومنتس، طلع اياها ان شاء الله. وهاي انترودكشن. هسه ان شاء الله الفيديو الجاي حنخش نحسب ايش الديجري اوف فريدم الاجزاء، فرضا يكون فيها لينكات وفيها جير فرضنا وفيها سلايدرات زي هيك، اشياء بسيطه جدا، بس تكون فرضنا بدل 4 5 6 زي هيك. وان شاء الله يكون عند حسن ظنكم طول الماده. لهنا الانترودكشن، ما حبيت اطول في الانترودكشن. اراكم ان شاء الله في الفيديو الجاي والفيديوهات القادمه.